شفته يا شيخ إبراهيم، كان واقف قدامي حقيقي وكلمني، كلمني عن فريدة أختي. حتى الجامع ده أول ما دخلته حسيت إني عارفاه كويس جدا، أنا حاسة كل ركن فيه، مش عارفة إزاي وليه، زي ما حسيت بالظبط لما دخلت بيت الفن يا يوسف. استهدي بالله بس يا نور. يا شيخ إبراهيم، واللي إحنا فيه ده آخرته إيه؟ اهدى يا أولاد، كل اللي أنت حاساه ده طبيعي، يا بنتي أنت متوارثة، كل حاجة هتعرف فيها في وقتها. مش هو قال لك كل شيء بميعاد؟ آه، بس أنا ما قلتش. مش هنبدأ الحضرة ولا إيه؟ الرحلة رحلتها لازم توصل لنهايتها عشان تستريح. مشوارها صعب، في ناس مش عايزينها توصل عشان ما تفهمش حاجة ولا تعرفها. ألو، أنت عايز مني إيه بعد كل اللي حصل؟ على فكرة أنا ماليش دعوة بكل حاجة حصلت، خلينا نتقابل عشان أفهمك. أنا مش عايزة أقابلك ومش عايزة أشوف وشك. يا نور أنت مش قادرة تفهمي أنت مين ولا تقدري تعملي إيه. أنا مش عايزة أعرف، سيبني في حالي. طب بصي بقى يا نور، أنا استحملتك كتير قوي، وكل اللي فات ده شيء واللي إحنا داخلين عليه شيء تاني. يعني لو ما جيتيش معادك اللي احنا اتفقنا عليه، هتوقفي نفس الوقفه اللي انت وقفتيها النهارده على مامتك، بس المره الجايه هتترحمي على فريد، فاهمه؟ هاتي التليفون. هاتي يا نور. بقول لك ايه، انت لو رجعت كلمتها تاني انا هبهدلك. يا ريت بقى تبلغ اياد ان انا مش هسكت ومش هسيبكم، وكل فضايحكم هتتكشف على ايدي. انا مش عارف انت ايه اخره اللي انت معايشه نفسك فيه ده يا نور. ده بيهددني فريد. انما ذلكم الشيطان يخوف اولياءه فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين، صدق الله العظيم. ما هو نور مش هيلاقي اي مدخل ليكي غير كده، لازم يعمل كده. طب انا اعمل ايه دلوقتي يا بنتي؟ انت كنز لاي حد بيشتغل في السحر. انا مش مستحمله غموض اكتر من كده. نور استهدي بالله، والدتك قبل ما تتوفى كانت عايزه تقول لك حاجه مهمه جدا، وفعلا قالتها لك، قالت لك ما تخافيش انت مش لوحدك، كلنا حواليكي. نور وصلي فريد لابوه، بعدي عنك الايام دي. انا مستحيل اعمل كده، اوديه في الصحراء في خيمه؟ بعدين انا ما اقدرش اعيش من غير فريد. انا عارف، بس معلش زي ما قال لك الشيخ كده، الفتره دي بس تعدي وبعد كده يبقى يرجع يقعد معاكي. اللي المصيري هدتك بيه لازم يختفي عن الانظار تماما. اشترك دلوقتي واتفرج على كل اللي نفسك فيه. واتش إت، ما تخليش حاجة تفوتك.